تعال معي. اوبا حسب لا توقعني. انت طول عمرك بتوقعي وقف. الله اكبر، ما يحسد المرء الا اصحابه. هو حد يقضي شهر العسل في المانيا برضه؟ وهم يعني اللي قضوا شهر العسل على البر خدوا ايه؟ ولا حاجة. سيد سلام باشا. انا هدخل اريح شوية وانت اقفل الموبايل بتاعك وشيل منه الشريحة، مش عايز حد يعرف مكاننا عن طريق الجي بي اس. لا مش وقت عدم فهم دلوقتي. مش هسأل يا باشا، الحكاية واضحة. تعجبني، قول له يتحرك، مش مستني حد تاني النهاردة. ايوه يا علي. دي حركه تعمليها فيا برضو؟ انت مش قلت جاي عند الدكتور وقلت له ادبر اموري؟ ما انا كلمتك 100 مره عشان اقول لك ان انا مش جاي. تليفونك كان مقفول، اعمل ايه يعني؟ هما الرجاله اللي كنت عندهم البدروم يعني اللي كانوا قاعدين فيه ما فيهوش شبكه. المهم طمنيني، انت ايه اللي خلاكي تلغي السفر فجاه كده؟ بعدين ابقى اقول لك لما ابقى ارسى على بر. ما هو انت كده بتروشيني اكتر. طيب يا حبيبتي، نبقى نكمل كلامنا بعدين بقى لما ترجعي بالسلامه. باي باي. مساء الخير يا هند. مساء النور. خير؟ بحاول اكلم سالم بيه، مش عارف اوصل له. هو مسافر. في حاجه؟ الضابط ماهر ضرب سليمان بيه بالعربيه موته. ده ماهر. ارجوك يا فندم مشيها رسمي. انت كنت مشيتها رسمي عشان انا مشيها رسمي حضرتك الضابط. أنا اعتبرت نفسي بره الداخلية من ساعة ما كتبت الاستقالة وقدمتها لسعادتك. أنا بعت لك عشان أسألك. أنت لما اتأكدت وعرفت إن سليمان هو اللي قاتل أشرف الله يرحمه، ليه ما قبضتش عليه وقدمته للمحاكمة؟ واحد زي ده باللي وراه عمرهم ما كانوا هيغلبوا ويخرجوه منها. فهمنا يا فندم. دم أشرف كان في رقبتي. أنت خدت حق أشرف كده، لكن ضيعت مستقبلك. ده قضية قتل عمد. عارف يعني إيه قضية قتل عمد؟ حضرتك قلت لي سؤال واحد وانا جاوبت عليه. يا خسارة. انا بعت اجيب محامي وزمانه جاي عشان يحضر معاك. ملوش لزوم، انا مش محتاج لحد يدافع عني. مقتنع جدا باللي عملته وراضي بنصيبي. تعال. بشكرك ان انت جبت ابني اشرف بيا. بابا مات شهيد الواجب. واللي قتله خد جزائه. اتفضل معايا يا مهربي. استنى استنى، ما تنزلش. ربنا يجعل اخر الاهدين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا اختي. هعدي عليك يا اختي بكره، ربنا يصبرك. تعيشي يا اختي.
تعيشي. السلام عليكم. وين بنت المرحومة فين لو سمحت؟ هي هون. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقدر الله حق شدي حيلك. الشد على الله. أنا موسى أبو طالب رئيس تحرير الجورنال اللي كانت شغالة فيه المرحومة. وكنت عايز عايز إيه تاني؟ منك لله أنتوا كل اللي هناك. فضلتوا تنفخوا فيها وتقولوا لها الشهرة والمجد لحد ما ضيعتوها وضيعتونا. دم سالي مش هيروح حضر، أنا بس عايزك تسمعيني. ولا أسمعك ولا تسمعني. أنت تاخد بعضك من سكوات وتتكل على الله. يلا مستني إيه؟ عزاك مرفوض؟ عزاك مرفوض؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا حاجة بعد إذنك، ده مبلغ من إدارة الجورنال اللي كانت شغالة فيه المرحومة، إديهولها بس بعد ما تهدى. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. انزل افتح الباب. كل من عليها فان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بنتك شهيدة بإذن الله. سيبك بقى من الشعارات والخطب وكلام الجرائد، في الآخر بيرسى على شوية ورق يترموا في صفحة الزبالة أو نلمع بيهم الإزاز، لكن المفيد الفلوس، الفلوس اللي تأميني بيها مستقبل الغلابة دول، الولد والبنت، تدخليهم مدارس كويسة، تجهزي البنت، تعملي مشروع للولد ينفعه في مستقبله، تتنقله حياة تانية خالص. هي سالي كانت بتتعب وتشقلي، مش عشان توفر لكم حياه مريحه؟ اكيد هتبقى مبسوطه وسعيده جدا. الله يرحمك يا سالي. ده شيك بمليون جنيه لحامله. مليون جنيه يا ماما؟ غير اللي قلتهولك تقدر تعمل عمره ليك وليها، تتصدق على روحها عشان تنفعها في اخرتها لو انها مش محتاجه. ليه بقى؟ لأنها شهيدة بإذن الله. نقرأ لها الفاتحة؟ الفاتحة يا حاج.